علاش الأفكار المغلوطة هذية موجودة في المجتمع متاعنا؟ على خاطر الموروث الثقافي متاعنا إلي أومني بريزون، موجود برشا، إلي كومان بيناتنا الكل، وياسر يركز على المحظورات والممنوعات من غير ما يفسر ومن غير ما يوري. فما زادة غياب للمنابر اللي هي توجه المعلومة فيما يخص الصحة الجنسية، تخلي علاقتنا بتوسكي جنس وبصحة جنسية خايبة ياسر، فيها برشا تساؤلات. الوالدين ما يحكيوش ياسر مع أولادهم في الحكاية هذه، الديسكور متاعهم يكون أكثر هكا دون لانتردي، ما تعملش، عيب، حرام، فك عليك. المناهج الدراسية الحكاية هذه ما تتناولهاش، دموع بور لو مومون ماهيش تتناول فيها بالكل. الإعلام متاعنا كيف كيف ماهوش قاعد يتناول في المواضيع هذية بطريقة تثقيفية ولا توعوية، بالعكس معناتها فيها أكثر بوز من كل شيء. الانترنت موجودة سيفغي، أما فيها الباهي وفيها الخايب، والصغير ينجم ما يفرقش بين المصادر الباهية للمعلومة والمصادر الخايبة، وهذية ينجم يمثل عليه اختار، ينجم يلونتروتيان هالأفكار المغلوطة هذية تخليه يخمم بيسكو قراها في انترنت ما تنجم تكون كان صحيحة ويمشي بيها، وهذاك ينجم يكون عليه تأثير في الحياة الجنسية متاعه ولا حتى في الكمبورتمان متاعه ان سكي كونسيرن توسكي عنف جنسي مثلاً.